غير خالص كل الحاجات اللي اتكلمتني عنها في الكواليس، عشان انا بس السؤال ده عايز استغل وجودك استاذ احمد جلال واستاذ حسام زايد. هو امام عاشور رايح فين؟ امام عاشور رايح فين؟ طيب يعني باخر معلومات عندنا حتى الان، امام عاشور عايز يكمل احتراف بره، بس ما يكملش في ميتلاند الدنماركي. هو علاقته هناك والتاقلم بالنسبه له زيرو. هو مش عاجبه الوضع هناك. امام اتكلم مع، كان حاضر العزومه الخاصه مع الونش اللي عملها في الكافيه الخاص بتاعه هو ومحمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز. اتكلم مع لعيبه الزمالك، كلموه فتحوه، انت اتكلمت مع الاهلي؟ قال لك لا، حد كلمك؟ اقسم لهم ان ما فيش حد كلمه، العهده على امام عاشور. اقسم لهم ان هو ما حدش كلمه، وقال لهم انا لو رجعت مصر بالنسبه لي الاولويه الزمالك، ولكن انا في خطوه مع وكيلي بنشوفها ان انا اكمل بره. ايه الخطوه ديت؟ ما بين تركيا، ما بين حاجه ثانيه، لسه ما حددش مصيره. الساعات الاخيره بدا في كلام من انديه ثانيه، بيراميدز دخل في المفاوضات. يمكن انا كنت بتابع البرومو بتاعك والاخبار وانت قلت المعلومه ديت، بيراميدز فعلا يعني بدا يحط امام عاشور في حساباته بقوه انه يكون موجود معاه الفتره المقبله. ولكن حتى اللحظه اللي بكلمك فيها ما فيش حاجه رسميه بالنسبه لامام عاشور. فكرني عايز اقول حاجه بخصوص يعني اتفضل. افتكرت حاجه بقى. اتفضل. في 2013 كنت مع كنت مسافر تبع الجورنان عندي مع بعثة الزمالك، يعني كان في مباراة في الكونغو، يعني كان فيريرا وقتها هو المدير الفني، فييرا ابو ياسين بالظبط. المهم كان وقتها في كلام على لاعب في الزمالك انه مضى للاهلي، وحد من اللعيبه زمايله في الفرقه قال لي، يعني قال لي فعلا مضى وخد مقدم وكان باك ليفت. فالمهم رحت ايه، كان صبر الحقيقي، رحت سالته السجال الخطير برضه خلاص بقى، يعني احنا لسه هنخبي خلاص. قال لي والمصحف ما حصل. قال لك المصحف ما حصل. ده مين اللي قال لك؟ طلع عمل لقاء تلفزيون قال لك اهلي. مين صبري؟ طب انا هقول لك، انا صبري قابلته اليوم دوت في النادي قبلها، لعيب محترم ومهذب. لا لا وليكن احترام، انا بتكلم بس على انه فتره المفاوضات بالظبط ما تصدقش كل حاجه. لا صبري اقسم لي، انا والله وقفت بقول له يا صبري، انا بغطي زمالك من 2009 يا كريم، قلت له يا صبري موضوع الاهلي، قال لي والله حرفيا عمل لي كده، يا عم اهلي ايه؟ قلت له الكلام جامد انك رايح الاهلي، قال لي والله العظيم ما حصل الكلام ده ولا هيحصل. سافر مع الزمالك ورجع خلص راح الاهلي. هو ساعتها ممكن ما كنتش حصل فعلا، يعني الراجل ممكن يكون صادق وقتها وبعد كده. هو كان ماضي من نص الموسم اصلا، كان ماضي بس ما فيش دخان من غير نار، وبالنسبه لنا احنا كصحاب. لا هي فتره المفاوضات وفتره الخطوبه ما تصدق. ايوه ما تصدقش اي حاجه الكلام اللي بيتقال. حسام مش هيروح النهارده خلاص. لا ما هوش فتره الخطوبه. انا هتكلم في فتره الخطوبه. استاذ جلال بالنسبه لامام عاشور موقفه ايه؟ يعني فكره ان انا مش مستريح في مثل الدنماركي. انت قعدت قد ايه؟ انت راح في يناير، احنا دلوقتي في مايو وهو مصاب بقاله اسبوعين، يعني هو ثلاث شهور. هي مشكله امام زي مشكله الكثيرين، كره القدم ليست المستطيل الاخضر فقط، لا هي صح. برافو. صح. فكره ان انت تتكيف وتتلائم وتتعلم اللغه وتشوف الدنيا فيها ايه، تستحمل وتتحمل. بالظبط. لان انت بدات كويس وان الاضواء تتشمل عليك شويه. عمرو زكي بدا بدايه رائعه مبهره مع ويجن طبعا. شوط يعني دوره اول جايب حوالي 11 هدف. ثم اختفى وتورى تماما، والراجل ستيف روس اللي كان طاير بيه رجع مصر وبدات قصه ان انت مش منضبط ومنفلت وقصص كتيره جدا. صح. في ومش يعني الانضباط مش موجود والنظام مش موجود، ده اخطر حاجه قدام المدرب مهما كانت قدراتك ومهاراتك. المدرب عايزك تديله 7.5 8، ما تديلوش 9.5 10 ثم تديله صفر. لا، عايزك تديني مستوى ثابت، انت دايما متطور وفي نفس الوقت عندك الحد الادنى اللي يخليك موجود في الملعب. انما انت ما فيش تدريب، ما فيش انضباط، ما فيش مواعيد، قدرتك على التكيف والتلاؤم مشكله. ده ابراهيم سعيد في قمه عطائه وكان احسن واحد من احسن لعيبه مصر، لما راح لنادي ايفرتون الازمه كانت ايه؟ انه صبغ شعره احمر ورايح لعب ليفربول. اللون ده مشكله ليه في ايفرتون؟ الدربي بين الراجل المدرب قال له انت كويس جدا، فبالنسبه لشعرك الاحمر لو انت مصر تصبغ شعرك فبصبغه ازرق، عشان احنا بنلبس اللون الازرق. ففكره ان انت تتلائم وتتكيف. صح. مع اللغه. صح. ده محمد صلاح. صح. محمد صلاح راجل عارف بيعمل ايه، اشتغل على نفسه كويس، قدر يتكيف ويتلائم ويكون صداقات، واللغه اهم عنصر. انت عارف مين لاعب وليك لما تقعد 3 4 شهور وانت مش عارف تتعامل بلغه اهل هذا البلد او اللغه الحد الادنى اللي هو اللغه الانجليزيه، مشكله. انت فاكر احمد حسن كوكا لما سافر البرتغال كان بياخد راتب قليل جدا، راتب قليل جدا جدا، يعني ما عندوش مصروف زي ما انت عارف. ايه هم في البرتغال زي ما انت عارف بالظبط،
وبيته كان اول ما خد القصه دي كان واخد بيت واتحرق وحصل له ظروف صعبه، يعني ظروف تخلي اي لاعب يقول لك لا يا عم انا مالي انا باوروبا ديت انا هرجع، ما كنتش بلعب اساسي و الراجل ما مش عامل مسيره اوروبيه زي محمد صلاح، بس عامل استمراريه كبيره في اوروبا 12 سنه بالظبط كده استمراريه. غالبيه يعني اللي بينجح ما بيكونش لاعب اهلي وزمالك على المستوى الاول، يعني محمد صلاح، محمد النني، احمد المحمدي اللي ليه مسيره كبيره في انجلترا، هو ما لعبش اهلي، احمد حسن ما كانش لاعب اهلي وزمالك بالظبط، احمد حسن ما كانش لاعب اهلي وزمالك، عبد الظاهر السقا يمكن دول من ابرز النماذج، عبد الستار صبري من دول من افضل الاسماء اللي لعبت على مستوى الاحتراف الاوروبي، ما كانوش لعبوا للاهلي والزمالك، مش بيطلع ما بيحسش بقى بنقص النجوميه اللي كانت عنده.